الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الكريم. أما بعد، حجاج بيت الله الحرام أو المسلمين الذين يرغبون في أداء فريضة الحج في المستقبل إن شاء الله، ندعو الله سبحانه وتعالى يكتب لكم الحج، لأنها فعلا رحلة مباركة ورحلة يعني كتغير الإنسان كإنسان، كيبدأ يشوف الحياة بواحد النظرة أخرى. الآن غنتكلموا على يعني صفة الحج وواجباته وشروط وجوبه. فمن الشروط طبعا الشرط الأول حلي قالوا أهل العلم أنه لا بد من الإسلام، فإذا كان غير مسلم فما يمكنش يمشي لمكة ويؤدي الحج، فلا بد يكون مسلم. يعني كذلك الشرط الثاني العقل، فالإنسان اللي مجنون ولا مسكين مصاب بمرض عقلي فهذا كي ما عليهش الحج، فالمجنون لا يؤمر بالحج والعمرة، ولا يعني ماشي مفروض عليه. روى أبو داود في سننه من حديث علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: رفع القلم عن ثلاثة، عن النائم حتى يستيقظ، وعن الصبي حتى يحتلم، وعن المجنون حتى يعقل. الشرط الثالث طبعا هو البلوغ، فلا يجب الحج على الصبي حتى يبلغ للحديث السابق، ولكن لو حج الصبي صح حجه. يعني الصبي الولد الصغير قبل ما يبلغ إذا حج مع الوالدين ديالو مشان مكة وأدى الفرائض يعني الحج ديالو صحيح، إلا أن ملي يبلغ خصو لابد ما يحج حجة الإسلام، يعني ولا يجزئه عن حجة الإسلام، لحديث ابن عباس رضي الله عنه أن امرأة رفعت إلى النبي صلى الله عليه وسلم صبيا، امرأة رفعت واحد الصبي إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت ألي هذا حج وشهد عليه الحج؟ قال نعم ولك أجر، يعني طبعا الحج دياله غيكون مقبول إن شاء الله وانتينا مأجورة. ولحديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيما صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى، وأيما يعني صبي حج ثم بلغ فعليه حجة أخرى. يعني قال الترمذي: وقد أجمع أهل العلم أن الصبي إذا حج قبل أن يدرك فعليه الحج، إذا أدرك لا تجزي عنه تلك الحجة عن حجة الإسلام. والشرط الرابع طبعا أن يكون الإنسان حر، يعني عنده الحرية باش يتصرف في راسه ويمشي للحج. الشرط الخامس الاستطاعة، الاستطاعة هذا شرط من شروط الحج، الاستطاعة فالحج إنما يجب على من استطاع إليه سبيلا بنص القرآن والسنة، والمراد بالمستطيع القادر ببدنه وماله. استطاع يكون قادر، يعني عنده القوة والقدرة بالبدن ديالو والفلوس ديالو باش يحج. ولله على الناس حج البيت من استطاع إليه سبيلا، فمن عجز عن الحج والعمرة لهرم أو مرض لا يرجى برؤه، أو كان قادرا ببدنه وليس عنده مال يحج به أو يعتمر، لم يجب عليه. ومن عجز ببدنه وعنده مال لازمه أن ينيب من يحج عنه ويعتمر. هنا واحد النقطة مهمة جدا خصنا نفهموها، الإنسان طبعا إلا ما كان مريض وما عندوش الفلوس وما قادش يمشي الحج هذا ما عليهش الحج، ولكن الإنسان إذا كان مريض ولكن عنده الفلوس ولكن هو الجسم دياله ما يقدرش يحج خصو لابد ما ينوب شي واحد يحج عليه إذا ما كانش يسبق له حج. انتبهوا، بزاف د الناس عطاهم الله عز وجل الديور وعطا لهم الفلوس وإلى الآن وصل للستين والسبعين وبقي ما حجي، وإذا كانت عندك الفلوس وكل شي واحد، اتصل بشي واحد وهذا العام ماشي الناس تحج قل له حج عليا وخلصوا له المسائل ديال الحج. والنيابة في الحج والعمرة مشروعة، لحديث أبي رزين العقالي رضي الله عنه أنه أتى النبي صلى الله عليه وسلم فقال: يا رسول الله، إن أبي شيخ كبير لا يستطيع الحج ولا العمرة ولا الظعن. قال: حج عن أبيك واعتمر، حج عن أبيك واعتمر. سنن الترمذي رقم 930. وقال: هذا حديث حسن صحيح. إنسان
اللي غينوب شي واحد اخر هو ما مستطعش بالجسد ديالو. اما اذا كان مستطع بالجسد ديالو يمشي خصو يمشي، ماشي مريض ماشي. فالانسان اللي ما عندوش القدره بالجسد ديالو ولا مات له ولدو ولا باباه مات وخلى الفلوس خصو يصب كل الحج بديك الفلوس ديالو اللي خلى قبل ما ياخذوا منه اي فرانك، هو يسبق له الحج يديوا له الفريضه ديالو. نعم. ولحديث الفضل بن عباس رضي الله عنه قال: جاءت امرأة من خثعمة عام حجة الوداع، قالت: يا رسول الله، إن فريضة الله على عباده في الحج أدركت أبي شيخا كبيرا لا يستطيع أن يستوي على الراحلة، فهل يقضي عنه أن أحج عنه؟ قال: نعم. على هذه المرأة يعني جات عند الرسول صلى الله عليه وسلم قالت له: راه الوالد ديالي كبير مسكين ما كيقدرش يجلس فوق الراحلة، واش نقدر نحج عليه؟ قال لها: نعم. ومن مات، والإنسان اللي مات وهو لم يحج وله مال، إنسان مات وما حجي ولكن عنده الفلوس خلى التركة، أخرج من تركته ما يحج به عنه. خلى الفلوس، خلى التركة، خلى الورث، فقبل ما يتوزع هذا الورث خصهم يخرجوا الفلوس ديال الحج بساعد كعادي يوزعوا البركة اللي بقت. نعم. ولغيره أن يحج عنه لحديث بريدة بن الحصيب رضي الله عنه، وفيه أن امرأة ماتت أمها فسألت النبي صلى الله عليه وسلم فقالت: إن لها، إنها لم تحج قط، أفأحج عنها؟ قال: حجي عنها. قال: حجي عنها. فالإنسان إذا مات ولا ماتت وخلات ولا خلى الفلوس، خصكم يا إخوان الكرام اتقوا الله، الورثة يخرجوا تلك البركه ديال الحج ويعطيوها لشي واحد اللي غيحج عليه، ولا يكلفوا شي واحد من الاخوه ديالهم اللي سبق له حج يمشي يحج على باباه. خص الانسان اللي غيحج على شي واحد خصو لابد يكون هو ادى الفريضه ديالو عاد باش يقدر يحج على شي واحد من العائله ديالو ولا شي واحد اخر. فانتبهوا لهذه القضيه، مهمه جدا، لانه ركن من اركان الاسلام، يعني هو تزيد المراه شرطا سادسا، وهو وجود محرم او زوج يرافقها الى الحج، لما جاء في الصحيحين من حديث ابن عباس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا تسافر المرأة إلا مع ذي محرم، ولا يدخل عليها رجل إلا ومعها محرم. فقال رجل: يا رسول الله، إني أريد أن أخرج في كذا وكذا وامرأتي تريد الحج. فقال: أخرج معها. فهذا ما يتعلق بالشروط ديال الحج. يعني أما صفة الحج فقد يعني وردت النصوص الدالة على فضل الحج وأنه من مكفرات الذنوب. الله أكبر، الحج كي يكفر الذنوب، كي يمحي لك الذنوب. ومنها قوله صلى الله عليه وسلم: الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. الحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طيب، والحج المبرور هو الذي يجتمع فيه ثلاثة أمور، خصكم تسمعوا. الحج المبرور كتجتمع فيه ثلاثة ديال المسائل. المسألة الأولى: الإخلاص لله عز وجل. ماشي تقول: لا أنا غنمشي للحج باش يقولوا لي عمي الحاج، راه فلان مشى للحج أدى الحج. أبدا، الإخلاص لله، غتعمل هذه المسألة لله. والثاني: أن يكون وفق السنة، لقوله صلى الله عليه وسلم: لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. غتحج وفق السنة الرسول صلى الله عليه وسلم. والثالث: سلامته مما يفسده أو ينقصه، يعني سلامة الحج بلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج، ما كاينش لا دابزة ولا هولة ولا سب ولا شتم، لا فسوق ولا جدال في الحج، ما كاينش المعاصي والذنوب. لا، أنت ماشي باش تحج إلا بغيتي يكون الحج ديالك مبرور، والحج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة. طبعا وصفته، طبعا الانسان اللي غيسافر من هنا من بلجيكا غالبا كيسافروا بالطائره، الناس اللي كيسبقوا مكه كينزلوا في جده، الناس اللي كيسبقوا المدينه طبعا كينزلوا في المدينه، كيحرموا من ابيار علي، واحد المسجد تقريبا 15 كيلو من المدينه، مسجد ذو الحليفه. اما الناس اللي كيسبقوا مكه كيحرموا في الطائره واحد نص ساعه قبل ما توصل الطياره لجده، كيخبر قبطان الطائرة كينبههم كيقول لهم: راه وصلتوا
الميقات فخصهم يكونوا لابسين اللباس ديال الإحرام ويعملوا النية. غنذكروا تلك المسائل. فإذا كان يوم التروية وهو يوم الثامن من ذي الحجة، يوم التروية هذا العام غيكون 21 سبتمبر، في ذلك النهار في الصباح اش كيوقع؟ استحب للذين أحلوا بعد العمرة وهم المتمتعون أن يحرموا بالحج ضحى من محلهم، وكذلك من أراد الحج من أهل مكة. أما القارن والمفرد الذي لم يحلوا من إحرامهم فهم باقون على إحرامهم الأول. فطبعا أما الحجاج الذين قدموا إلى مكة اليوم الثامن فلا بد أن يحرموا من الميقات، وهذا واجب من واجبات الحج لقول النبي صلى الله عليه وسلم: هن لهن ولمن أتى عليهن من غير أهلهن ممن أراد الحج والعمرة. فخصك لا بد ما تلبس الإحرام ديالك في الميقات. والميقات طبعا قلنا قبطان الطيارة كيخبرك بأن وصلتي الميقات، فخصك تلبس الإحرام ديالك وتنوي العمرة متمتعا بها إلى حجة. والمقصود بالإحرام هو نية الدخول في النسك، وهو ركن من أركان الحج، ركن من أركان الحج. لا بد عليك ما تنوي بأنك غتحج، فمن ترك هذه النية لم ينعقد حجه لقوله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. سواء كان الميقات عن طريق الجو أو البحر أو البر، ومن كان دون هذه المواقيت أحرم من موضعه كأهل جدة وبحر أو غيرهما. الناس اللي ساكنين في السعودية داخل يعني المنطقة ديال قبل ما يعني الإحرام، فخصهم يحرموا من الديور ديالهم. هذوك الناس ديال جدة فحال مثلا جدة كيحرموا من الديور ديالهم، هذوك الناس اللي ساكنين تماك، وكذلك أهل مكة. وإذا كان الحاج عن طريق الجو وخشي من تجاوز الميقات أحرم قبله بمدة كافية ليتيقن أنه أحرم عند الميقات أو قبله. طبعا الحجاج اللي كيجيو بالطيارة خصهم لا بد ما يلبسوا الإحرام ديالهم واحد الساعة قبل ما توصل الطيارة، باش كيكونوا متيقنين بأنهم يعني لابسين الإحرام، وينويو إن شاء الله باش ما كيوقعوش في الحرج، لأنه ما عندوش التأكيد بالضبط في حال ماشي في الأرض. كيوصل واحد المسجد كيقولوا له هنا الميقات في السماء، تكشي كل شيء بالرادار وبالساتليت. ويستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته. طبعا الإنسان قبل ما يلبس لباس الإحرام خصو يغسل الجسد دياله ويطهر الجسد دياله ويحلق شعر الإبط والعانة ويعني يقلم الأظافر دياله ويطيب، يعمل واحد الطيب مزيان عنده الريحة طيبة في اللحية دياله في الجسد دياله. ويستحب له أن يغتسل كما يغتسل للجنابة، فحال كيغتسل الجنابة ويتطيب بأطيب ما يجد في رأسه ولحيته، ويلبس إزارا ورداء أبيضين. كيلبس الإزار والرداء، والرداء لباس الإحرام جود الفوط بويط بالنسبة للرجال. والمرأة تلبس ما شاءت من الثياب غير ألا تتبرج بزينة. المرأة كتلبس اللباس اللي بغت، ولكن ما يكونش ديك اللباس يعني فيه الزينة. ثم يصلي الفريضة إن كان وقت فريضة ليحرم بعدها، فإن لم يكن وقت فريضة ووافق صلاة التطوع أحرم بعدها، ثم إذا فرغ من الصلاة نوى الدخول في الحج. طبعا يصلي الصلاة ديالو الظهر ولا العصر، يكمل من الصلاة ديالو ينوض وينوي، ثم يقول قل لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك لبيك، إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك، لبيك اللهم حجة. طبعا هذا الإنسان اللي يلبي في الحرم في يوم الثامن ديال ذي الحجة. أما الإنسان إذا كان غي يعمل الحج تمتع مثلا غي يلبي في الميقات ويقول في حال اللي قلنا، وبعدين يقول لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى حجة. الرجل طبعا يرفع الرجل صوته بالتلبية، والمرأة يعني تخفيه. ويسن الإكثار من التلبية ولا يقطعها حتى يرمي جمرة العقبة يوم العيد. طبعا بالنسبة للمعتمر
كيبدا التلبية من الميقات حتى يوصل لبيت الله الحرام، اللي كيشوف بيت الله الحرام يوقف بالتلبية. بالنسبة للحج غيبدا الحج ديالو التلبية ديالو في يوم الثامن ذي الحجة 21 سبتمبر هذا العام في الصباح إن شاء الله، الله أعلم على حسب الرؤية ديال الهلال غيبدا بالتلبية حتى اليوم الثامن وهو نهار 23 سبتمبر، يعني حتى يمشي الميناء ومزدلفة وعرفة ومزدلفة ويرجع الميناء في يوم النحر. ففي هذا النهار يمشي ملي يمشي يرمي جمرة العقبة يوقف بالتلبية ثم يخرج إلى ميناء فيصلي بها الظهر والعصر والمغرب والعشاء والفجر، يقصر الرباعية إلى ركعتين ولا يجمع، والمكوث في ميناء اليوم الثامن سنة. يعني يوم الثامن ذو الحجة الناس كيمشيو إلى ميناء يوم التروية، يوم التروية كيمشيو لميناء الخيمة كيبقوا تما كيصليوا الظهر والعصر والمغرب والعشاء. بالنسبة للصلاة الرباعية كتولي ركعتين في عود أربعة، في حال الظهر في حال العصر في حال العشاء، في عود كيصليوا أربعة كيصليوا ركعتين، ولكن كيصليوا الصلاة في الوقت ديالها ما كيجمعوش الظهر مع العصر ولا المغرب مع العشاء. فإذا طالعت الشمس من اليوم التاسع غدا ديالو كيبات، يعني كيباتوا في مكة فكيباتوا في ميناء غدا ديالو كينوضوا، يعني مع طلوع الشمس ديال اليوم التاسع سار إلى عرفة فكيتمشى للعرفة. وطبعا كاين الطوبيسات، يعني المطوفين كيتكلفوا بديك الشيء فكيرتبوا كل واحد بالنوبة ديالو، كيجي الطوبيس كياخذهم كياخذهم إلى إلى ميناء إلى الموضع ديال الخيمة ديالهم، فكيوصلوا تماك يعني مع على حسب الترتيب والنوبة ديالهم ديك الشيء بالقرعة كيكون. فكيوصل إلى عرفات فكيدخل الخيمة ديالو كيصلي كيتسنى تماك حتى كيوصل الظهر والعصر، كيصلي الظهر والعصر جمع تقديم، يعني كيصليوا الظهر ركعتين ومباشرة بعدها كيصليوا العصر ركعتين. بعد الصلاة الإنسان كيتوجه بالدعاء والبكاء والوقوف بين يدي الله والاستغفار، فهذا ركن من أركان الحج، والوقوف بعرفة ركن من أركان الحج، لأن الله قال فإذا أفضتم من عرفة من عرفات فإن الإفاضة من عرفة إنما تكون بعد الوقوف، وهو الركن الذي يفوت الحج بفواته. لحديث عبد الرحمن بن يعمر رضي الله عنه قال شهدت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو واقف بعرفة وأتاه ناس من أهل نجد فقالوا يا رسول الله كيف الحج؟ قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع فقد تم حجه، ليلة جمع فقد تم حجه. إذن الوقوف بعرفة كيبدأ من طلوع الشمس ديال اليوم التاسع كيبقى مستمر حتى طبعا الغروب الشمس، الناس كت يعني كت فإذا أفضتم، يعني الإفاضة كيخرجوا من عرفات إلى مزدلفة. ولكن كاين بعض الناس ربما لظروف كتأخر الطيارة ديالهم ولا تأخر السفر ديالهم وكيوصلوا حتى الليلة ديال اليوم عرفة، إذا وصلوا تلك الليلة إن شاء الله الحج ديالهم صحيح ومقبول إلى الفجر، يعني إذا درك الفجر خلاص فاتك الحج فاتك القطار فحجك غير صحيح. لأن الرسول صلى الله عليه وسلم قال الحج عرفة، فمن جاء قبل صلاة الفجر ليلة جمع قبل صلاتك فقد تم حجه، إذا جيت بعد الحج حجي لك ماشي تمام. وأجمعوا على أن الوقوف بعرفة فرض لا حج لمن فاته الوقوف بها، وذكر أهل العلم أن من فاته الوقوف بعرفة يوم التاسع وليلة العيد فليس له حج، وعليه أن يجعل نسكه عمرة ويقضي حجه. أما الوقوف بعرفة إلى غروب الشمس لمن وقف بها نهارا فهو واجب من واجبات الحج، لحديث جابر رضي الله عنه في صفة حجته وفيه فلم يزل واقفا حتى غربت الشمس وذهبت الصفرة قليلا حتى غاب القرص، وقد قال صلى الله عليه وسلم لتأخذوا مناسككم فإني لا أدري لعلي لا أحج بعد حجتي هذه. فالإنسان يحرص خذ المناسك ديالو على وفق ما حج الرسول صلى الله عليه وسلم. فإذا غربت الشمس سار إلى مزدلفة فصلى بها المغرب ثلاثا والعشاء ركعتين ويبيت بها.
بعد ما يخرج من مزدلفة من عرفة كيمشيو للمزدلفة، مزدلفة طبعا ما كاين لا خيمة لا والو، منك للسماء كتنعس على الأرض، كتصلي المغرب والعشاء وترتاح وتنعس، فإذا صلى يعني ويبيت بها، فإذا صلى الفجر اشتغل بذكر الله ودعائه حتى يسفر جدا. والمبيت بمزدلفة واجب من واجبات الحج، لأن الله عز وجل قال: فإذا فضتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام. والمشعر الحرام مزدلفة، ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها حتى أصبح، ورخص للضعفة من النساء والصبيان بالإفاضة إلى منى في آخر الليل. طبعا المجموعات اللي معهم الشيوخ كبار مراض ولا النساء ولا الصبيان، فهذم يعني آخر الليل ممكن قبل الفجر يمشيوا لمنى، والترخيص منه صلى الله عليه وسلم يعني يدل على وجوب المبيت، لأنه لو لم يكن واجبا لم يحتج فيه إلى الترخيص. فإذا أسفر جدا سار إلى منى، فإذا وصل إليها بدأ برمي جمرة العقبة وهي أقرب الجمرات إلى مكة، فيرميها بسبع حصيات متعاقبات، كل حصاة فوق الحمص قليلا، ويكبر مع كل حصاة بخشوع وتعظيم لله تعالى. طبعا يلقط تلك الحجيرات، سبعة ديال الحجيرات في مزدلفة، ويمشي حتى يوصل الجمرة العقبة ويرمي الحجر، مع كل رمية ديال الحجر يقول الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. كاين بعض الناس مساكن ما كيقراوش ولا ما كيعرفوش، كيهز كل حفنة الحجر وكيرميها في دقة واحدة وكيجي في حاله، لا سك كل حجرة ترميها بوحدها سبعة المرات، يعني بسم الله الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر سبعة المرات، تطيح في الحوض. نعم. والرمي يوم النحر قبل الزوال أو بعده إلى الليل، لحديث ابن عباس رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يسأل يوم النحر بمنى فيقول لا حرج، فسأله رجل فقال: حلقت قبل أن أذبح؟ قال: اذبح لا حرج. فقال رجل: رميت بعدما أمسيت؟ قال: لا حرج لا حرج. يا إخوان كاين بعض الناس كيتشددوا، لا أعمل هذه لا سبق هذه، لا 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 حرج، لأن الملايين ديال الناس كل واحد كيتحرك يعني خصو يعمل حالك، فالإنسان إذا يعينو ميزانه ويشوف باش ما يتعرضش للضرر والازدحام يعني يختار الوقت المناسب ديال الرمي، فهذا أنسب، لأن الأرواح ديال الناس مقدمة على غير ذلك. فإذا فرغ من رميها نحر هديه وهو شاة أو سبع بدنة أو سبع بقرة، وهو واجب على المتمتع والقارن لقوله تعالى: فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي، فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم، تلك عشرة كاملة، ذلك لمن لم يكن أهله حاضر المسجد الحرام. وإذا عجز عن الهدي وجب عليه أن يصوم ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجع إلى أهله. طبعا الناس اللي نواو التمتع ولا القران عندهم الهدي، فالمسؤول اللي عليهم كيتكلف بالذبيحة ديالهم مع المسالخ، ما يمكنش كل واحد يذبح الحولي ديالو، الملايين ديال الناس فغتوقع الروينة، فكاين النظام المسالخ اللي كتقوم بالذبح وبالسلخ يعني نيابة عليك، فهم اللي كيوزعوا كذلك اللحم على الفقراء، فالإنسان يوكلهم ويتوكل على الله. والإنسان اللي ما عندوش الفلوس مثلا باش يضحي تما يخصو لابد ما يصوم سبع أيام تماك وثلاث أيام إذا رجع للبلد دياله، ويستحب أن يأكل من الهدي ويهدي ويتصدق لقوله تعالى: فكلوا منها وأطعموا البائس الفقير، يعني سواء الهدي ولا الأضحية الإنسان يأكل منها شوية إذا كأمكن ويتصدق بالباقي. ويمتد وقت الذبح على الصحيح إلى غروب شمس اليوم الثالث عشر من أيام التشريق، كذلك في الأضحية والإشكال ديال الأضحية، الناس خصهم كاملين يذبحوا النهار الأول، لا عندك أربع أيام، نهار ديال العيد ونهار اللي موراه ونهار اللي موراه ونهار اللي موراه باش تذبح الأضحية ديالك. الإسلام ديالنا يسر، ما كنفهمش بعض الناس كيتشددوا يقولوا لا النهار الاول ويتعصبوا، خصوصا هنا خصنا نحاولوا نتفاهموا مع الناس مع غير المسلمين باش نؤديوا هذه السنه النبويه
شريفة سنة مؤكدة نأديوها في واحد الجو ديال التفاهم وديال الاحترام، احترام والرفق بالحيوان، ونوضحوا لهم، لأن بزاف ديال الناس كيجهلوا المسائل الشرعية، كيجهلوا حتى الإسلام، كيشوفوا غير الدم وهذه لا. يعني عيد الأضحى له معاني أخرى وأكبر من ذلك، وهي التآلف والتعاون والتعاضد ومساعدة الفقراء وخلق يعني المحبة والأخوة بين الناس. عفوا. فإذا فرغ من نحر هذه حلق رأسه كله أو قصره، والحلق أفضل، إلا المرأة فتقصر من رأسها قدر أنملة. المرأة طبعا خصها تقطع طريف من الشعر ديالها، مليتر من الحجر تقطع الشعر ديالها قبل ما تدوش. والرجل إما يحسن يحلق بالقرعة ولا يقصر، لأن وطبعا التقصير أفضل، الحلق أفضل للرجال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم دعا بالرحمة والمغفرة للمحلقين 3 مرات وللمقصرين 1 مرة. وبعد رمي جمرة العقبة والحلق والتقصير يباح للمحرم كل شيء حرم عليه بالإحرام إلا النساء. طبعا الإنسان اللي كيكون في حالة الإحرام، اللي كيلبي من نهار الأول، ممنوع عليه قطع الظفرين دياله، ولا ياخذ شي حاجة من الشعر ديالو، ولا يحسن، ولا يستخدم الطيب، ولا الكولونيا، ولا افتر شيف، ولا ديودوغا، ولا الصابون باش يغسل يده. بعض الاحيان الانسان كينسى، ولا ديك المشواغ اللي بارفومي، يعني ممنوع تستخدم هذه المسائل، فخصك تحتفظ بهذه المسائل. راه اذا قمتي بهذه المسائل اثناء الاحرام فعليك يعني فدية، خصك تذبح الحولي وتوزعوه على فقراء مكة. فقلنا إذا اللي تكون في حالة الإحرام ممنوع تقطع شي ظفرين هذ الرجلين، ولا اليدين، ولا أي شعرة، ولا تغطي الراس ديالك. بالنسبة للرجال بأي حاجة ممنوع تغطي الراس ديالك، ممنوع تلبس حاجة مخيطة، وخا اللبس الداخلي الكالسون ولا ممنوع تلبسه، ولا التقاشر، الصباط ممنوع. فالإنسان ولا تستخدم الطيب قلناها، ولا تكون عندك المعاشرة بينك وبين الزوجة ديالك، لا. فهنا الإنسان كيكون توجه الله سبحانه وتعالى، حتى ملي كترمي الحجار وكتقطع الشعر ديالك فبالإمكان ديالك تدوش بالصابون وتلبس اللباس ديالك العادي. وطبعا كتبقى غير واحد المسألة، وهي المعاشرة بين الزوجين حتى يقوم بالطواف الإفاضة. عاد يمكن أن الإنسان يعاشر الزوجة دياله، ولا الزوجة تعاشر الزوج ديالها. فقلنا إخواني وأخواتي، ثم ينزل إلى مكة فيطوف طواف الإفاضة، وهو ركن من أركان الحج، لقوله تعالى: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولما جاء في الصحيحين من حديث عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم عندما حاضت صفية قال: أحابستنا هي؟ قالت عائشة: يا رسول الله، إنها قد أفاضت وطافت بالبيت ثم حاضت بعد الإفاضة. قال: فلا إذن. وفي رواية مسلم: لا بأس إن فغري. طبعا المشكلة هذه عند النساء، مشكلة ديال الحيض، إلا جاك دم الحيض غتأخر الطواف، غتعمل كل شيء إلا الطواف، كل شيء غتعمل، كل شيء اللي كيعملوه الحجاج إلا الطواف، غتستنى حتى تطهر إن شاء الله 5 أيام 6 أيام ساعدك تقول وطوف طواف الإفاضة. فدل ذلك على أن هذا الطواف لا بد منه، وأنه حابس لمن لم يأتي به. قال ابن قدامة: وهو ركن من أركان الحج لا يتم إلا به، لا نعلم فيه خلافا. ولأن الله عز وجل قال: وليطوفوا بالبيت العتيق، ولا يشرع الرمل والاطباع في طواف الإفاضة، فإنهما في طواف القدوم. طبعا طواف القدوم الإنسان خصو يعري على الكتف الأيمن، يعني وهو الاطباع كيتسمى، وخصو الرمل يعني يتمشى شوية في يسرع شوية في الطواف ديالو. أما طواف الإفاضة ما فيش هذه المسائل. ثم يسعى بعد ذلك سعي الحج إن كان متمتعا، لأن سعيه الأول لعمرته، وهذا سعي الحج وهو ركن من أركانه، قول النبي صلى الله عليه وسلم: أسعوا فإن الله كتب عليكم السعي. أما القارن والمفرد فليس عليه إلا سعي واحد، فإن كان قد سعاه بعد طواف القدوم كفاه ذلك عن السعي بعد
طواف الإفاضة وإلا سعى بعد طواف الإفاضة وبعد الطواف والسعي يتحلل الحاج التحلل الثاني فيحل له كل ما أحل الله له قبل الإحرام حتى يعني المعاشرة الزوجية. وخلاصة ما يفعل الحاج يوم العيد، الخلاصة دي تلك المسائل اللي خصو يقوم بهم الحاج نهار العيد، هو رمي جمرة العقبة، هي رمية الحجار، نحر الهدي، الحلق أو التقصير، الطواف والسعي. والطواف والسعي ممكن الإنسان يأجلهم، لأن المجموعات خصوصا إذا كانت مجموعة كبيرة المطوف هو اللي كيحدد الوقت ديال السعي أو الطواف، لأن طواف الإفاضة في نهار العيد كتصيب الزحام شديد، حتى المواصلات باش الإنسان يرجع الخيمة ديالو كيلقى صعوبة شديدة، ربما يفوت الغروب والليل عاد يوصل الخيمة ديالو. والسنة أن يرتبها هكذا، وإن لم يتيسر له فقدم بعضها على بعض فلا حرج. ثم بعد ذلك يبيت بمنى ليالي أيام التشريق الثلاثة للمتأخرين وليلتين للمتعجلين، لقول الله تعالى: واذكروا الله في أيام معدودات فمن تعجل في يومين فلا إثم عليه ومن تأخر فلا إثم عليه لمن اتقى. ولأن النبي صلى الله عليه وسلم بات بها ليالي أيام التشريق الثلاثة، يعني الإنسان بعد العيد كيبقى ثلاث أيام ولا يومين كيبات في ميناء، وفي كل نهار طبعا كيرمي الجمرات، الجمرة الصغرى والوسطى والكبرى بعد الزوال، كيلقط 21 ديال الحجر، فملي كيمشي كيبدأ بالصغرى كيرمي فيها 7 ديال الحجيرات، سعد كيتجنب وكيتوجه الله بالدعاء، كيدعي الله سبحانه وتعالى، سعد كيتمشى شوية حتى كيوصل الجمرة الثانية فالوسطى، فكيرمي 7 ديال الحجيرات مع كل حجرة بوحدها، وحدة مر وحدة، كيقول الله أكبر مع كل وحدة، ساعات كيعود كيجنب وكيدعي الله سبحانه وتعالى، عاود كيتمشى حتى كيوصل الجمرة العقبة، فعاود كيرمي الحجر حجرة حجرة، كيكبر مع كل حجرة، بيرميهم شي حفنة وحدة حجرة حجرة، ساعات بعد ذلك ما كيعملش الدعاء كيمشي بحالو. فقلنا: وهذا المبيت في منى واجب من واجبات الحج إلا على السقاه والرعاة، فقد روى البخاري ومسلم في صحيحيهما من حديث العباس بن عبد المطلب رضي الله عنه أنه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم أن يبيت بمكة ليالي منى من أجل سقايته فأذن له. طبعا الناس اللي كيخدموا كتصيبهم ماجين كيجيبوا السلعة، فهذو مخيبته في مكة ما كاين مشكل. قلنا: ثم يرمي الحاج الجمرات الثلاث في هذين اليومين بعد الزوال، وهذا الرمي واجب من واجبات الحج، ولا يجوز الرمي قبل الزوال، لأن النبي صلى الله عليه وسلم لم يرمي إلا بعد الزوال، ولو كان ذلك جائزا لرمى قبل الزوال تيسيرا على أمته. ولهذا قال ابن عمر رضي الله عنه كما في صحيح البخاري: كنا نتحين فإذا زالت الشمس رمينا. وكان ابن عمر رضي الله عنه يقول: لا ترمى الجمار في الأيام الثلاثة حتى تزول الشمس. طبعا بعض الأحيان يبقى الإشكال في الازدحام، فهنا للضرورة أحكام، فما شاء الله يعني الحكومة دي الخادمة الحرمين الشريفين المملكة العربية السعودية يعني رتبت المسائل ديال الميناء، فكاين 5 طبقات، وحتى في تيك التونيلات كاين حتى تيك الإسكاليه باش الناس يلعيو كيساعدهم باش كيوصلوا للجمرات، ولكن في الدخلة ديال التونيل بعض الأحيان كيكون واحد الازدحام شديد، خصوصا في اليوم الثاني ديال التشريق، يوم 12 من ذي الحجة، هذا أخطر يوم، فخص الإنسان ينتبه. كذلك في الأيام العادية بعض الأوقات خص لابد ما يتبع الإرشادات ديال المطوف ديالو وديال المسؤول ديال الخيمة، هو اللي كيعطي الوقت فوقاش المجموعات يمشيو يرميو الجمرة عشان ما كيوقعش ازدحام وما كيوقعش يعني لا سمح الله يعني تصادم. طبعا ويبدأ برمي الجمرة الصغرى وهي أبعد الجمرات عن مكة، فيرميها ب7 حصيات متعاقبات ويكبر مع كل حصى، ولا بد أن يقع الحصى في الحوض، فإن لم يقع في الحوض لم يجزي. ثم يتقدم قليلا عن الزحام ويستقبل القبلة رافعا يديه يدعو الله تعالى
بما أحب من دعاء، ثم يرمي الجمر الوسطى ويقف بعدها للدعاء كما فعل في الأولى سواء، ثم يرمي الجمر الثالثة وهي جمرة العقبة التي رماها يوم العيد كما في الجمرتين قبلها، ولا يقف بعدها للدعاء، فحلي ذكرنا قبل قليل. ثم يرمي الجمرات في اليوم الثاني من أيام التشريق بعد الزوال كما رماها في اليوم الأول تماما، ويفعل عند الأولى والثانية كما فعل في اليوم الأول من أيام التشريق، فإن شاء تأخر في منى لليوم الثالث عشر ورمى الجمار فيه بعد الزوال، وهو أفضل لأنه فعل النبي صلى الله عليه وسلم وفيه زيادة عمل صالح، وإن شاء تعجل في يومين فخرج من منى في اليوم الثاني عشر قبل الغروب. ومن عجز عن الرمي كالكبير والمريض والصغير والمرأة الحامل ونحوهم جاز أن يوكل من يرمي عنه، قوله تعالى فاتقوا الله ما استطعتم. طبعا الناس كبارين ولا الناس إنسان اللي حاملين ومراضين ما يقدروش يتمشوا وتمارس صراحة، خصوصا الخيم ديال الأوروبا بعيدة، فممكن يكلف شي واحد اللي يرمي عليه ولا يرمي عليها. طبعا وينبغي أن يكثر من التكبير والذكر في تلك الأيام والليالي، لقوله تعالى واذكروا الله في أيام معدودات، ولقول النبي صلى الله عليه وسلم أيام التشريق أيام أكل وشرب وذكر الله. إذا أنهى الحاج جميع أفعال الحج السابقة وأراد الرجوع إلى بلده، طبعا احنا شرحنا لكم الحج كيف يكون 5 أيام، فملي يكمل الحج هذه المسائل فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، لا بد ما يطوف 7 ديال الأشواط ويصلي خلف مقام إبراهيم ركعتين قبل ما يمشي البلد دياله، فإنه لا يخرج من مكة حتى يطوف بالبيت طواف الوداع، ويجعله آخر أموره قبل سفره، وهو من واجبات الحج، لأن النبي صلى الله عليه وسلم طاف للوداع عند خروجه، ولحديث ابن عباس رضي الله عنه قال أمر الناس أن يكون آخر عهدهم بالبيت إلا أنه خفف عن الحائض. طبعا الحائض إذا كانت حائضة ماشي واجب عليها الطوف طواف الوداع، والترخيص للحائض في ترك طواف الوداع يدل على وجوبه، ومثل الحائض في ذلك النفساء، ولحديث عائشة رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم لما حاضت صفية قال أحابستنا هي، فلما علم أنها أفاضت يوم النحر قال أخرجوا. فحجاج أولا نتمنوا لكم حج مبرور وسعي مشكور وذنب مغفور، وإن شاء الله هذا العام إن شاء الله غنكونوا حاضرين إحنا في مكة المكرمة، فإن شاء الله تعالى ربما توصل لكم الأخبار لنا إن شاء الله، ونتمنى وإن شاء الله في الأعوام القادمة تمشيوا وتسبقوا الحج ديالكم، ما تأجلوهش، ما تقولش راني باقي شاب حتى نمشي بانسيوني حتى نكون بانسيوني حتى هذه لو تفتح باب الشيطان، باب للشيطان، فالتسويف لا يجوز، فلا تؤدي العمل اليوم إلى الغد، فإذا مكنك الله وعطاك الفلوس وعطاك الصحة مشي دابا، شكون اللي ضمن لك الحياة ديالك الغدة ولا العام اللي ماجي؟ فسبق الحج غتستافد تستافد استفادة عميقة، ويصير لنا الشرف باش نخدمكم احنا في الحج. نطلب الله سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم، والناس اللي مراضين وما قادين شي يحجوا يعني ممكن يوكلوا شي واحد يحج عليهم، ويعني بادروا بهذه المسألة، فإن شاء الله الله يتقبل منا ومنكم صالح الأعمال. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم، والسلام عليكم ورحمة الله.